السلام عليكم. عافاك اختي، عندي هاد الطلامط ها هما هي ديال المبرا. هاتشوف كيفاش داير ديال المبرا محفره. كاينين 4 ديال الطلامط و11 مخده و6 من هاد المخدات الصغار و4 ديال المضام. 4 ديال المضام ها المضام كيفاش دايرين. كيجيو في الجن، اللي بغى يديرهم في الوسط ديرهم، واللي بغى يديرهم في الجن راه يديرهم في الجن. ها هما هي راه باقيين جداد، معمرهم باقيين، عمرهم ما تصبنوا. طلامط العبار ديالهم واحد فيه 3 متر ونص، واحد فيه 3 متر، واحد فيه 2 متر ونص، وواحد فيه 2 متر. ثمن 1800 درهم، مدينه الدار البيضاء. واللي بغاهم مرحبا. المهم هاد التفريشه ديالهم كيفاش كتجي، ها هي ها الخياطه ديالهم كيفاش مخيطين. ها السفيفه باش مخيطين. ها التوب ديال المضمه كيدير، التوب ديال التلميطه. بالنسبه للثمن كيف ما قلت لك 1800 درهم، واللي بغاو مرحبا به.